قبل تهزئوني طيب ليش انا مختفيه وكذا، والله مو مشكلتي اذا انت ما شفت السناب والانستغرام. انا مو قلت انا ايش اللي مخليني مختفيه؟ كيف اتدخل انا مع الصباح؟ لا من جد المكيف قبل العيد بطل يبرد، ولما شفت انه الشركه تفتح بعد العيد اضطريت اني استنى اسبوع. في الفتره دي كلها ما تهنيت في الجلسه في الاستوديو لانه الجو مره حر، ماني مرتاحه لانه من جد حرانه. الحمد لله انه اصلا قصه اليوم مو مره طويله، فما اعرف متى صراحه حيتظبط المكيف ده، فعشان كده انا طولت. بس معلش ما مره ما ينفع اصور في الحر ده والمكيف خربان زي كده. اللي تابع حلقه الاجتماع السري لما يجي الوقت اللي اتكلم فيه عن المكيف ده ايش مشكلته من يوم ما اشتريته حتعرفوا الحقيقه كامله. بس الحين عندنا قضيه صارت قدام شهود كده قدام الكل، وهذه واحدة من الأسباب اللي شدتني في القضية. وغير كده solved. Let's get into it. طيب السلام عليكم. Hey guys, welcome back to my channel. أتهزأ منكم لما ما أقول welcome back to my channel، ما أدري ليه، معني ما اخترعتها يعني عجبتني وقلتها. قضيتنا اليوم تتكلم عن هذه الامرأة اللي اسمها نيكول، ولكن بنادوها نيكي فأنا حنديها نيكي. زي ما شفتوا في التاريخ اللي كان في البداية، نيكي كانت رايحة في ذا اليوم عشان تجيب ابنها من مركز رعاية، مركز رعاية الأسرة يعني الأبوة والأمومة وكذا. فكانت رايحة تاخذ ابنها من هنا. قبل لو توصل للباب فجأة بصدمة كاملة صار شيء مع نيكول. أعطوني مهلة بسيطة قبل لا أبدأ، أبعرفكم على صانع محتوى نبى نعلن لقناته. الشخصية المميزة هذه عبد الإله، لأنه عبد الإله جدا نشيط فيها. خلينا أقول لكم إيش بنزل. عبد الإله ينزل لك شورتس، ممكن 10 شورتس في الأسبوع، وينزل لك كمان مواضيع عامة أو جرائم، وكمان جرائم منها طويلة منها قصيرة، اللي يعجب قلبك حتلاقيه عند عبد الإله. عنده كمان معلومات غريبة، معلومات منوعة، وكمان إذا أنت من الشخص اللي يبغى يعرف الزبدة من دي القصة، يعني ما تبغى تعرف التفاصيل، برضو حتلاقي الشيء ده موجود عند عبد الإله. يعني ممكن ألخص لك القصة ويعطيك المهم منها عنده. مثلا عندكم آخر قصة نزلها اللي هي قصة ركوب الأمواج البشعة، أنا أنصحكم تروحوا تشوفوها. قصة اليوم عن شخص اسمه جون كان يبغى يروح على الشاطئ عشان يسوي رياضة ركوب الأمواج، وراح للشاطئ وجلس يسوي الرياضة هذه. لكن وهو قاعد يسوي الرياضة هذه وصل نص البحر، واجه شيء نادر جدا وبشع جدا، ولا بعدها صارت له أشياء نادرة وأبشع أكثر. التصوير عنده هاي كواليتي وما شاء الله عليه متمكن جدا، غير كده أنه هو عنده 41,000، فالواضح أنه ما شاء الله عليه ناجح. فنصيحة مني لازم تشوفوا القناة هذه، شيء مرة حلو إنه في صناع محتوى قاعدين بينزلوا على الساحة جدد، وهو بنتعرف على ناس جديدة، بنتعرف على قنوات جديدة. قناة عبد الإله هو واحدة من القنوات اللي أنا بنصحك تروح تشوفها. هذا كان إعلان بسيط، الآن ندخل لموضوعنا. زي ما قلت لكم في البداية، نيكي كانت رايحة تأخذ ابنها. ابنها اسمه كالاهان، لكن حندي كال لأنه كمان هم بيختصروا اسمه بكال. يعني إذا سمعت اللي قلت كالاهان ولا كال أعرف أنا بتكلم عن مين. نيكي بتسوي كده كل أسبوع، لكن المرة هذه صار شيء غير كل مرة. قبل لا توصل للباب في شخص جاء وهجم عليها ومشي. اللي شاف هذه الحادثة إيميلي، اللي شافته إيميلي نفس اللي شافه الشاهد الثاني وهو كاميرات المراقبة. إيميلي بتقول أنا كنت ماشي بسيارتي فجأة ألمح إنه في شخص قاعد يتهجم على شخص، وأنا متأكدة إنه في إطلاق نار. بعدين فجأة لقيت الفاعل جري والشخص الثاني طايح على الأرض لكن بيتحرك. اللي كان طايح على الأرض هي نيكي، تم إطلاق النار عليها، وبعد كده قامت وقفت، ومو بس كده دقت على 911. كل اللي أنا بقوله هذا صار بسرعة. إيميلي بسرعة لما شافت ده المنظر على طول راحت جنب نيكول بتسألها أنت بخير؟ فكل اللي هي شايفته أن نيكول واقفة، واضح عليها أنها بتعاني من شيء، بتدق في التليفون
وطبعا اتضح انها بتدق على 911، لكن نيكي ما هي قادره تتكلم، ما هي قادره تتنفس كويس، فيها مشكله. إيميلي بتقول أنا شايفتها تمام، يعني صح بتعاني بس ما هي يعني ماني شايفة إنه تم إطلاق النار عليها وهذا الشيء كويس، لكن لما وقفت قدامي لاحظت إنه رقبتها بتنزل دم. لما إيميلي شافت نيكول ما هي قادرة تتكلم مع نان ون قالت لها تعالي تعالي، دخلت نيكول لسيارة إيميلي وأخذت إيميلي السماعة منها وكلمت نان ون ون قالت لهم كل شيء شافته. قاموا نان ون ون قالوا لها خدي أي شيء معاكي وحاولي تحطيه مكان النزيف. كل اللي أنا بقوله ده مصور. كاميرات المراقبة اللي شافت الحادثة دي كانت ثلاثة، واحدة من مركز الرعاية اسمه Family Wise، والثاني كان بنك، والثالث كانت مدرسة ابتدائية. فالثلاثة زوايا صورت نفس الشيء تقريبا، زائد إيميلي شافت برضو نفس اللي تصور في كاميرات المراقبة. الشيء الثاني اللي شدني في دي القصة، نيكول قامت وقفت وواضح عليها مصدومة، وهذا كان كلام إيميلي برضو، زي اللي لسه ما استوعبت اللي صار معاها، ما استوعبت إن هي مصابة وبتطلع الروح إلين ما قالت اسمها. إيميلي بدأت تبكي وماسكة نيكي وبتقول لها إنه لا تخافي هتقومي بخير هتكوني كويسة. ما تعرف نيكول هي شافت حرفيا واحدة تم إطلاق النار عليها وبس. بعدين جو الإسعاف على طول وراحوا مسكوا هم المهمة. إيميلي من الخوف بدأت تبكي وخايفة على نيكول ما تبغاها تموت. كمان شفت امرأة تانية فجأة كده وقفت شكلها شافت المنظر برضو وبدأت تبكي. الكل كان خايف ما يبغاها تموت، يعني إنه شيء يحزن. استغربت من حاجة إنه الفريق الطبي حق الطوارئ بيقولوا لنيكول يمديك تنزلي تمشي لين سيارة الإسعاف. سيارة الإسعاف حرفيا كانت ورا السيارة بشوية، بس أنا استغربت إنهم طلبوا منها تنزل. فالناس اللي تفهم في الطب، هل هذه حركة مثلا عشان يشوفوا هل هي تقدر تمشي ولا في وعيها أو ممكن سبب؟ نيكول قالت إيوة أقدر أمشي. نيكول وقفت ومشيت عادي ترى، وراحت نامت في السرير حق الإسعاف، وكل ده مصور. أنا جدا كنت متفاجئة لما شفتها كده ماشية تمام، وقلت أكيد أنه الإصابة مو مرة كبيرة. أول ما دخلوا نيكي لسيارة الإسعاف فقدت الوعي. جت الشرطة قاعدة تأخذ أقوال إيميلي وتأخذ أقوال الناس اللي كانوا هناك أو شافوا إيميلي ونيكي كيف. اللي عرف عن الموضوع البوي فريند اللي اسمه دون حق نيكي، وراح لها للمستشفى، وبسرعة جت الميديا وصار الموضوع في الأخبار. دون راح يشوف نيكي وكلم الدكتور، شاف نيكي نايمة وفاقد الوعي تماما كلها أنابيب، فسأل الدكتور إنه كيف حالتها. فالدكتور قال له احنا بنحاول. فدون عارف الكلمة دي ايش معناها، إنه بالحالة دي في نسبة كبيرة إنه نيكول ما هتعيش. حالة نيكول كانت جدا سيئة يا جماعة. كان في جسم نيكول رصاصتين، بس مسرح الجريمة كان فيه ثلاثة رصاصات، فما تم ذكر الثالثة وين راحت. بس الرصاصتين اللي كانت في جسمها، واحدة عملت لها ثقب في الرئة واستقرت في ضلوعها أو بين ضلوعها زي ما قالوا، والثانية عملت لها أضرار جسيمة جدا في أحبالها الصوتية، وكان حالتها جدا حرجة، كانت فاقدة الوعي. عشان كده الدكتور قال له احنا بنحاول. أثناء ما كانوا بيحاولوا إنه هم يعالجوا نيكول، الشرطة كانت في مسرح الجريمة تبي تعرف إيش اللي صار. فلما عرفت إنه في كاميرات مراقبة فتحت كاميرات المراقبة وبدأت تدرس الموضوع، وبرضو ما استفادت شيء لأنه الفاعل كان لابس أسود في أسود وكان لابس ماسك ما كان باين، كان سايق سيارة قالوا إن هي سيارة دوج سودا ولكن ما عليها لوحة، فصعب يعرفوا مين صاحب السيارة دي. نيجي الآن للمشتبه بهم. عندنا شخص اسمه تيم، هذا الشخص بيقول انه في احتمالية كبيرة، وكان هذا كمان رأي الشرطة، انه في احد حاقد عليها في دوامها، لانه واضح الهجوم اللي صار مو عشوائي، واضح انه الشخص ده جاء عشانها حتى ما سرق منها شيء، فهذا شخص يعرفها حرفيا. فمين يبغى نيكول تكون ميتة؟ عشان نعرف جواب السؤال ده لازم نعرف مين هي نيكول اصلا. طب وهي ايش تشتغل؟ نيكول تشتغل في قسم الطب الشرعي التابع لمركز شرطة مينيابوليس، والبوي فريند حقها شرطي، فعشان كده قالوا إلا ما يكون شغلها أو شغله هو السبب في الموضوع، لأنه تعرفوا في ناس عندها حب الانتقام إذا ما عجبها حكم معين أو شيء أو بس كده حقد. لكن نيكول حرفيا طبيعة شغلها ما تجيب لها أعداء،
يعني إذا قلنا مثلا جون لأنه هو شرطي ممكن، بس نيكول ما عندها تعامل مع مجرمين، ما فهمتوا كيف، ما لها صلاح في الأمور دي، حرفيا ما لها أي مشاكل، ما في أي شكاوي. بس تيم بيقول إنه لا، كان في فترة كان في شخص بلاحقها وكانت متضايقة منه، ولهذا السبب غيرت مكان سكنها، غيرت رقم تليفونها. طب تيم أنت كيف عرفت أصلا الكلام ده؟ وأصلا مين أنت؟ طبعا اختصار اسمه تيم، بس هو اسمه تيمثي. تيم يكون مدرب تايكوندو. هذا البني آدم معروف في المنطقة إنه هو شخص جدا رائع، كل اللي عنده في النادي يحبوه. ترى أعرف إنه في بعض الكلمات دائما تسمعوها، هذا البني آدم كويس، دائما يحبوه، لأنه هم بيوصفوا وصف دقيق على البني آدم ده، عرفتوا كيف؟ فأنا يعني ما بأدخل في الأمور دي كتير، إنه خاص هو بني آدم كويس، بس لازم تعرفوا إنه البني آدم ده برضو عنده دائرة أصدقاء كانوا تلاميذ وأصبحوا أصدقاء جدا مقربين له، فأغلبهم يعرفوه كويس. فتم كمان في الحي حقه معروف عنه إنه هو جار يساعد، جار محبوب، ومعروف عنه إنه يعني يحب يلبس، يهتم في نفسه، وأبكون أنيق وكده. هو كان من هذه الناس، وكان كمان يعني وقت التدريب هو المعلم، هو الماستر، الكل ينادي الماستر، وقت الحفلات هو صاحب الحفلة. وفي جانب تاني بسبب الموضوع ده حاطكم هي على بلاطة، نسونجي جدا، يعني كل يوم تلقاه مع بنت شكل، يعني حتى دائرة الأصدقاء اللي فيه كان فيها بنات، فسألوا واحدة منهم قالوا لها إيش تتوقعي البنات يحبوا تيم، يعني أنت إيش شايفة فيه شيء ممكن يجذب البنات؟ تقول ما أدري، أنا ما شفت شيء عن نفسي يعني، بس في لا في اللي جنبه تحس إنه هي أبا أعمل أي شيء كده، تعرف كوصف مجازي مسحورة فيه، هذه حياته. أحد الأشخاص دولة اللي كانت في يوم ما مسحورة فيه وكانت الجيرفريند حقته هي نيكي. على 2014 تقريبا نيكي كانت موجودة في الكلاسات حقت التايكوندو، كان تيم هو اللي يدرب، أعجب فيها بفترة جدا قصيرة، حتى هي حست إنها معجبة فيه، هي ما تدري ليش، وبدأوا يتواعدوا ونقلت عنده أو صاروا عايشين مع بعض في 2014. على مر الوقت الدائرة اللي حوالينهم تعرفهم كثير، في اللي جاء نصحها وخري عنه لأنه هو مو مخلص لكي، هو يا البنات تانين غيرك، هو نسونجي إيش تبغي فيه؟ نيكول وقتها كانت تقول ما أعرف أنا ليش مشدودة له. فمرت فترة لهم وهم مع بعض، ولكن بدأت تشوف فعلا جانب من تيم ما عجبها أبدا، وهو إنه بدأ يكون عدواني شوية، إلين ما الموضوع شوية زاد عن حده. كمان هنا قالت أنا لازم أبعد عنه، بس بتقول في نفس الوقت برضو حاسة أني مو قادرة أبعد عنه، هي ما هي دارية ليش، هل هو خوف، هل هو إنها تحبه. بس بتقول كان فيه رحلة لفيغاس هو وهي، بعد الرحلة دي قالت إنه خلاص أنا هنا لازم أتركه، لأنه بدأ يصير يده طويلة، كان إنسان يغار عليها، أنا ماني فاهمة نسونجي ويغار عليها، غار عليها وبعدين ضاربوا، فكانوا في فندق في لاس فيغاس، فقام أخذ الفازة ورماها عليها، بس ما جت عليها، جت في الجدار، مسكها من رقبتها بتقول. المهم الوضع صار مرعب، ففي يوم لما حزمت أمتعتها وقالت خلاص إنها تبي تمشي من عنده ما عاد تبغاه، مسكها من الضفير اللي هي مسويتها أو شعرها كانت مسوية ذا الحصان، مسكها وشدها طيب ورجعها جوا الغرفة تاني. هنا حست إنه أوكي ما حينفع أقعد وما حينفع أهرب. بس انتهى المطاف في النهاية بنيكول إنها طلعت من البيت، خلاص اللي بيننا انتهى وخر عني. وطبعا هذا الكلام هم اختصروه، بس إنه كانت العلاقة بينهم جدا مسمومة، هو كان جدا عدواني وعنيف، وتعرف اللي وجودك معه مو مريح، بس لما تبعد برضو تخاف أكتر لأنه ممكن يأذيك، فهذا اللي هي كانت حاسة فيه حرفيا، وهذا الشيء اللي حوالينها كانوا يشوفوه وما كانوا يقدرين يسووا شيء، لأنه إذا سألوه حيقول لهم كذابة ما سويت إلا شيء. لكن الحمد لله نيكولا أفتكت منه وأتمنت إنه ما في ولا شيء يربطها فيه، بس تكتشف اكتشاف جدا جاب لها النكد، وهي إنها طلعت حامل منه. لما هو عرف إنها حامل طلب منها إنها تتخلص من البيبي، واضح إنه لا يبغى مسؤولية ولا يبغى شيء يربطها فيه، بس هي ما تبغى، هي تبغى تهتم هي في البيبي لحالها. وجابت البيبي وكان بيبي حلو، وهو اللي سمته كالاهان، واختصار اسمه كال. طبعا
بعد فترة اتعرفت على دون. ما أدري هم تعرفوا على بعض بطريقة برضو يعني إنه كان في بلاغ في مكان ما فشافوا بعض هناك وهو مرة أعجب فيها ومرة حبها وهي جدا تحبه. من بعد ما صارت هي ودون مع بعض صارت هي يعني الشخص الرئيسي اللي يعتني في الطفل في كال. فلما نعرف الأخ تيم إنه الآن في حياتها رجل ثاني هنا بدأ في عرق الحكة. وأنا هنا عندي مشكلة مع القصص كلها اللي تكون فيها هذا البارت. اثنين خلاص اللي بينهم انتهى، ليش واحد فيهم سواء كان البنت ولا الولد ليش لما تعرف انه دخل شخص جديد في حياته الثاني تبدأ تعصبه وتبدأ يحلى في نظرك الآن ليه؟ فهذا اللي تحس انه تيم بدأ يسويه. لكن مسك نيكول من يدها اللي تعورها فجأة صار يبغى الولد، فجأة صار يبغى كل شوية بيشوف الولد. طبعا هي كانت كمان يعني قبل حتى ما تعرف دون كانت شغلها كان مرة واخدها. لما كان يروح عند أبوه كان في واحدة تهتم في الولد هناك، يعني في نفس البيت اللي هو عايش فيه تيم في واحدة بتهتم في كالاهان. شوية بدأ يسوي أشياء بايخة إنه يبغى الطفل، يبغى حضانة الطفل كاملة له، وبدأ يرفع دعاوي وأشياء على نيكي وعلى دون إنه هما بيأذوا الولد بطريقة معينة، يعني مو بس ضربه كده لا أشياء تانية غير أخلاقية. ابنها انتهبل، بدأ يسوي الأشياء هذه بالقانون، يرفع عليها شيء ترفع عليه شيء، وبدأ يقول لا هي إنسانة مو كويسة، هي بتأذي الولد، هي مدري إيه، هي وكل اللي حوالينها حرفيا بيقولوا مستحيل، حتى أصحابه هو بيقولوا مستحيل. واضح عليه كان جدا معصب. شوية رفع عليها دعوة تانية لما شاف إنه كل اللي هو سواه ما أدى بأي نتيجة. أتخيل لمدة 6 سنين وهي عايشة على الوضع ده، من محكمة لمحكمة لشرطة تيجي عندها لمدري إيه. هي ودون الاثنين مستلمهم، مرة رافع عليها إيش بلاغ إنه هي بسيارتها دعست على رجله. أصحابه اللي حوالينه بيقولوا إحنا بدينا نحس إنه هو ما مو مهتم للولد، مو مهتم كالاهان مع مين أصلاً، ولا إيش اللي حيفيد كالاهان. هو مهتم يبي يسوي أي شيء عشان يأذي نيكول، ليش ما تعرف؟ عمل شكوى معينة على دون، وتعرفوا دون شرطي، ما قالوا إيش هو الشيء اللي اشتكى عليه، بس بدأ يرسل رسائل لدون، وبدأ يرسل له كمان رسائل بالصوت، يعني يقول له مثلا انت دمرت عيلتي، اي عيله تتكلم عنها انت الثاني، وزي اللي يرسل له بالفويس استرجل. ما تعرف ايش يبغى بالضبط، كارههم الاثنين بالذات نيكي. فبعد الامور السيئه دي كلها خلاص صفح الكيل، فهو طلب حضانه الطفل كامله، وهي طلبت حمايه بالقانون منه انه ما يتعرض لها ما يكلمها ولا اي شيء. لفتره الامور مشيت تمام، صار كالهان لما يروح عنده البيت وفي واحده تهتم هناك فيه، البنت اللي بتهتم فيه اسمها كولين. فهنا حست نيكول انه اوكي الموضوع بدا يتحسن شويه، بدا يهدى شويه، انه خلاص كالهان كان يعني يحب يقعد مع كولين، فهذا اهم شيء انه الولد مرتاح، ما بيتم مثلا ضربه او اساءة المعاملة معاه. لكن اللي قاهر نيكول انه نفسه هو تيم مو مهتم للولد مرة، يعني عايش حياته عادي، هو بس كده عناد ملعنة. ففي 2020 صار الشخص الوحيد اللي له الحضانة الكاملة لكالاهان هي نيكول. فعشان كده المحكمة قالت مسموح لتيم مرة في الأسبوع إنه يشوف ابنه، بشرط ما يشوفه برا، لا يشوفه جوا المركز اللي اسمه Family Wise، وهذا هو المكان اللي قدامه صارت الجريمة. عشان كده نيكول كانت في ذا اليوم رايحة تاخد كالاهان من زيارة أبوه، وتم إطلاق النار عليها. فهنا الشرطة كانت شاكة فيه من البداية، إنه أخذته كبني آدم في البداية مهم، بعدين بدأت حبة تشك فيه لما عرفت الماضي اللي كان بينهم الاثنين. بس يا جماعة تيم عنده دليل براءة قوي، تيم كان جوا المركز مع ابنه في الوقت اللي صار في إطلاق النار برا، فحققوا معاه، فتشوا كل شيء. هو مستغرب انتو ايش تبوه؟ فقالوا له انه تم اطلاق النار على نيكول برا، فقال لهم هي بخير، طب ايش فيه، طب عارف ايه. ومن هنا هو اعطاهم معلومة انه ممكن يكون احد فعلا من شغلها، لانه كانت بتشتكي من فترة في شخص بأديها بلا 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 بلا. فتشوه اذا كان عنده اسلحة او شيء، ما طلع عنده اي حاجة، يكفي انه هو اصلا كان جوه المركز طول الوقت. فتشوا سيارته، كان جاي بسيارة جيب،
وسألوا عندك سيارة تانية غيرها؟ قال لهم إيوة عندي تشالنجر. فقال لهم عندي بس السيارتين دي. فما لقوا يعني شيء يربطوا في الموضوع فخلوه يمشي خلاص. للأسف ما في أي دليل. الشخص ده الواضح أنه يبغى نيكول من البداية، لأنه في تصوير تاني لكاميرا المراقبة واضح الشخص ده جاء أول شيء يشوف المكان وراح، ولما شاف نيكول جري عندها. لكن اللي ما تعرفوه يا جماعة، تيم عنده سيارة ثالثة، سيارة سودة، نفس السيارة اللي انشافت في كاميرات المراقبة، شبهها. أخذوا صور السيارة اللي ظهرت في كاميرات المراقبة وأعطوها لتيم وعملوا معاه استجواب تاني. مو دي سيارتك؟ قال لهم لا، هذه أبدا ما هي سيارتي. أول شيء سيارتي فيها لوحة، ثاني شيء في شعار سوبرمان موجود على البابين الأماميين. السيارة دي لا فيها لوحة ولا فيها شعار سوبرمان، فدي ما هي حقتي. قالوا له آه بس كده؟ قال لهم إيوة، ولكن تم إلقاء القبض عليه. عارفين ليش؟ استعانوا بشخص في الـ FBI عشان يطلع لهم المسار الرقمي. سيارة الأخ تيم فيها واي فاي زيها زي الجوال، فاتبعوا السيارة وجواله يبوا يشوفوا مسار السيارات فين كان. اتبعوا مساره، عرفوا فين راح لأنه ظهر في كاميرا المراقبة لما جاء بسيارته الجيب. فإحنا استبعدنا أنه هو يكون أطلق النار، فعلا ممكن يكون في أحد يبغى يورطه. لكن السيارة اللي ظهرت في كاميرا المراقبة اللي كان فيها الفاعل هي إن فاكت بالحقيقة سيارة تيم. تيم بيقول أنا جيت بسيارة تانية، إحنا عارفين. سألوه سؤال واحد ومن هنا عرفنا تكملة الخيط. قالوا له مين عنده أكسس أو صلاحيات يستخدم سيارتك، أو بالتحديد السيارة السوداء اللي عندك الثالثة؟ قال لهم كولين. قبل لا أكمل خليني أعرفكم على كولين، لأن أنا ما قلت عنها شيء إلا أنه هي اهتمت بس في كالاهان. كانت واحدة من تلاميذه في النادي، وكولين كانت من زمان تلميذة عنده من لما كانت طفلة مراهقة، وكانت جدا تحب تيم، وكان هو بالنسبة لها هو قائدها. فلما تمت 18 سنة نقلت أو استأجرت غرفة عنده في البيت، ولما كان يجيب كالاهان قالت له إن هي حتهتم فيه، وكانت مرة تحب كالاهان وما كانت تأذي كالاهان أبدا. كانت جدا تحب تيم مو فقط كمعلم بل شيء تاني. أما تيم ما كان معطيها اهتمام، فكانت حرفيا عايشة عنده، بس احنا ما نعرف ايش في جوا حياتهم كان يصير، وما احنا مهتمين لانه ما حيفيدنا شيء. لكن الواضح انه في بعض الاسرار اللي احنا ما نعرفها. تقدر تشك في الشيء ده لما تسمع باقي القصة قدام. فاللي صار حق الـ FBI اتبع البينج حق جوالها والبينج حق جوال تيم ومسار سيارة تيم اللي هي الجيب ومسار سيارة تيم الثانية السوداء اللي ظهرت في كاميرات المراقبة. يبغى يشوف في يوم الجريمة كل دولة فين كانوا، وهذا المسار مستحيل يتم التلاعب فيه أبدا، يعني مستحيل يدخل يغير فيه. فهمتوا كيف؟ زي ما ظهر زي ما صار. فما حدث يا أعزائي المشاهدين كالآتي: في يوم الجريمة كانوا تيم وكلين في النادي، خلصوا رجعوا الاثنين للبيت. على حوالي الساعة 4 تيم أخذ سيارته الجيب وراح لفاميلي وايز، المكان اللي حيشوف فيه ابنه وظهر في كاميرات المراقبة. في هذا الوقت كولين قالت للشرطة أنا ما خرجت من البيت، أنا رجعت من دوامي تروشت وقعدت في البيت. بس مسار السيارة السوداء وجوال كولين يبين أنها خرجت من البيت وكانت رايحة باتجاه فاميلي وايز. وهنا تصوير كاميرا المراقبة اللي قلت لكم عليه يبين انه هي راحت من بدري تشوف المكان، تدرس المكان قبل لا تيجي نيكول. فالواضح انها صفت بعيد ونزلت من السيارة وسوت نفسها ان هي واحدة بتتمشى في المنطقة عادي، لما شافت نيكول واطلقت عليها النار ومشيت. الشرطة داهمت البيت وألقت القبض على كولين، ولقت كمان في البيت في نوع الرصاص نفسه اللي تم إطلاق النار على نيكي فيه، والاثنين اتوجهت لهم تهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى، كولين ما سبق الإصرار والترصد، أما الثاني زاد عليها إيش؟ إنه كان بيحاول يساعد مجرم، يتستر على المجرم أو يتستر على الفاعل. قبل هذا كله يا جماعة،
في كلمة مهمة، وهي إنه نيكي بلسانها قالت أنا ما أعرف مين اللي أطلق النار علي، لكن متأكدة إنها أنثى. وإذا رجعتوا شفتوا تاني كاميرات المراقبة تشوفوا هيئة البني آدم، تحسوها فعلا أنثى حتى من الجري باين. لأنه إيميلي اللي شافت الحادثة من بعيد ما كانت عارفة إذا هي امرأة أو رجل، وكمان أصلا صدمة لسه ما حتركز. لكن أنا لما شفت في كاميرات المراقبة قبل نيكي تقول كان جدا واضح إنه هذه بنت. طب إذا كولين اعترفت إن هي اللي سوت الشيء ده، تم ليش يتمسك؟ So he asked you if you felt comfortable, would you shoot the call from you? وما في دليل يربط تيم في الموضوع. كولين ممكن تكون سوت كده لأنها كانت تحب تيم، وكانت شايفة إنه نيكول معذبة تيم في حياته، وإنها بتأذي كالهان، وإنه فسوت أي شيء عشان خاطر بس تبى ترضي تيم. ممكن سوت الشيء ده من ورا تيم، بس كيف نعرف إنه تيم ما له صلاح في الموضوع؟ كانت هذه هي الشعرة اللي مكبرة شوية الموضوع، إنه كيف نثبت إنه أنت لك علاقة أو ما لك علاقة. وكان مصر إنه أنا ما لي علاقة في الموضوع، أنا بعيد عنها، أنا سائق سيارة تانية، أنا في مكان تاني. كولين قالت هو اللي قال لي، أو هو كانت فكرته إنه هل هترتاحي لو أطلقت النار عليها، أو مدري مين فيهم التاني اللي سأل، أو واحد فيهم سأل التاني السؤال ده، وهي سوت كده عشان ترضيه. بعدين قالوا لها طب فين السلاح؟ قالت لهم أعطيته، هو قال لي أنا ههتم فيه وما تعرف هو فين. للأمانة أنا كمتابعة ما أحس إني صدقتها 100%، لأنه في احتمال تكون هي بترمي التهم عليه، ولكن برضو ما نعرف، لأنه ممكن يكون استغلها. وعشان كده الفريق حق نيكول كان بيحاول يثبت الشيء ده، إنه تم بطريقة أو بأخرى له علاقة في الموضوع. شافوا الماضي اللي كان بينه وبين نيكول، وشافوا هو قد إيش كان إنسان عدواني، وانه اكيد ممكن يكون عنده دافع انه يبغى يؤذي نيكول باي طريقه. وفي نفس الوقت شافوا انه هو كذب اكاذيب توضح انه هو عارف انه الموضوع هذا حيتم. اولا لما جو سالوه عن السيارات، ما تبصيرة السياره السوداء، بس قال لهم انا عندي سيارتين، ايش بك ناسي الثالثه؟ انت سياره بدك كبر، نسيت ان عندك سياره، فهذه ريد فلاج. والشيء الثاني شافوه هو بسوق السياره في كاميرات المراقبه، واللوحه كانت مشيوله من السياره، وكان واقف في أحد المطاعم. يعني أنت راكب السيارة وعارف إنه اللوحة وعلامة سبايدر مان مشيولة منها، أنت عارف، فيا إنك أنت عارف يا إنك أنت اللي قاعد تدبر، وأنت العقل المدبر. والواضح إنه هو كان زي بتحكم فيها له فترة، لأنه هي كانت بتعامله في البيت كأنه الماستر حقه. أنا ما أعرف إيش العلاقة الغريبة دي، بس كانت بتعامله كأنه حتى أستاذها في البيت، تبى ترضيه بأي طريقة. فتوقع كان سهل عليه إنه يقنعها بشيء زي كده بدون ما يطلب منها لفة كده، فهمتوا؟ فكان في نسبة كبيرة إنه ما يتم أبداً حكمه بأي شيء، ما في أي دليل مادي يربطه، هذه كانت كلها زي تكهنات. فلو طلع فعلاً وما انسجن أو ما انحكم عليه، الأسوأ حيكون جاي في الطريق. لكن طلع مذنب ورسلوه للسجن لمدة 18 سنة، لكن للأسف في احتمالية أنه يطلع عام 2034 إذا كان كويس أو حسن السلوك. بعد محاكمته بأربع أيام كانت محاكمة كولين، وكولين طلعت واعترفت وأخذت كامل المسؤولية، أنه أنا اللي عملت كده، أيوة وأنا اللي ظهرت، وأنا اللي رحت، وأنا أطلقت النار، وأنا ندمانة، وأنا أعتذر عن اللي أنا سويته. وأعطوها تقريبا 16 سنة في السجن. الجزء الحلو وكمان واحد من الأشياء أو آخر شيء شدني في دي القضية، إنه نيكول عاشت، ونيكول هي اللي حكت هذه القصة. وبعد الموضوع ده اتزوجوا نيكول ودون، والفريق حق الدوكيومنتري شاف نيكول وحب إنه هو يتواصل مع إيميلي اللي ساعدتها في البداية، ويخليهم يشوفوا بعض لأول مرة من بعد الجريمة. فشافوا بعض، فبتقول لها أنت شكلك مرة تمام كويسة وما أعرف إيش وكده، وحبت نيكول تشارك إيميلي خبر حلو، لأنه أنت أنا غريبة عنك وأنت ساعدتيني، يعني غيرك ممكن يمشي وما ينتبه إن أنا صار فيها شيء. فقالت لها فشاركت إيميلي كده خبر حلو. كالهان كان عمره 6 سنين وعايش معاهم الاثنين، ودون يعامله كأنه ابنه بالضبط. وسألوها هل كالهان عارف اللي صار، فقالت لهم إيوه عارف ولازم يعرف، بس كانت خايفة نيكول ممكن فعلا
يحاول ينتقم تاني، لأنه أصلا باين في المحكمة عليه أنه هو أبدا مو ندمان ولا شايل هم، بالعكس تحس في عينه في حق. دون خايف على نيكول، خايف عليها يعني، خايف يخسرها، لأنه كان أول مرة لما شاف المشهد اللي صار كان حاس أنه حيخسرها، فالمرة دي ما يبغى الشيء داين عاد تاني. فلو طلع يعني من هنا، إذا ربنا أعطانا عمر بإذن الله وخرج البني آدم ده، مشكلة ممكن يخرج قبل، ترى ما تعرفوا. أنت فجأة تسمع فلان طلع، فجأة تسمع يعني عارف، فجأة تسمع أبديت كده في الأمور. بس عموما إلينا الآن نيكول عايشة حياتها تمام، لكن خايفة لو طلع من السجن. عجبتني صراحة، عجبتني النهاية، نهاية جميلة. أتأثرت جدا ترى في القصة هذه لما شفتها كيف واقفة، واضح إن هي مصدومة إنه إيش اللي صاير، عرفتوا؟ لسه الصدمة ما طلعت منها وكده. في أشياء حلوة في القصة عشان كده حبيت أقولها. طبعا أنا بتكلم معاكم حاليا وأنا مرة سايحة من الحر، فلازم أنهي الفيديو عشان كده أوفر، لكن أبا أذكركم بقناة عبد الإله، لازم تشوفوها ضروري. وكمان أبا أذكركم باجتماعنا السري اللي إحنا بنسويه، ترى قاعد يفوتكم كثير حرفيا. الاجتماع السري صار له فانز، جلسة مرة حلوة. كل شيء عندكم تحت في الديسكريبشن، السناب، الانستا، التويتر، التيك توك، القائمة التشغيل حقتي في القنوات الثانية، المدري ايه، كله تحت، كله تحت. عندي توضيح مهم بالنسبة للناس اللي ما تعرف الشورتس اللي بنزلها ايش مهمتها، شرحت الشيء ده قبل كده. هذه مقاطع قديمة انا برجع بنزل منها شورتس عشان اوري الناس انه هذا الشيء اتكلمت عنه قبل. فالناس بتقولي ليش ما بتنزلي الرابط حق الحلقة؟ اذا ضغطت على العنوان اللي موجود تحت اسمي في أي شورت حيوديك على طول للفيديو. مشكلة بعض الناس إنه ينزل يكتب ويسأل بس ما ياخد وقت إنه يشوف هل في ديسكريبشن، هل في شيء مكتوب تحت، كل شيء قدامك وانت مكسل تشوف ليه. Love back into the world to remind the world that love is important. Love is important. We love each other. We're all one. Message and take care of the planet. We have 4 years to get it right, or else it's irreversible damage we've done. So we have an important message to give. Okay? It's important, but I thank you for your cooperation so far. Thank you. Big thank you. I'll pray, Michael. Wheel in sheer delight. It's you they spy.